بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إذن في الفيديو غادي نحاولو نتكلمو على درس ديال التعميل. إذن شنو هو التعميل؟ هو تحويل مجموع إلى جدا. يعني مثلا كان عندي ك ضارب أ زائد ك ضارب ب. إذن في هذه الحالة كنبحث على نشوف شنو هي الحاجة المشتركة ما بين الحدين. إذا الحد الأول عندنا ك، الحد الثاني عندنا ك. إذا هاد ك فهو عامل مشترك ما بين الحدين، لأننا كنحتفظو به. كنضرب كنرجع شنو بقى عندي أ زائد ب. إذا غادي نشوفو بعض الأمثلة. مثلا عندنا 36 إكس ناقص 27 إكغيك. إذا في هذه الحالة العامل المشترك فهو غير واضح، المطلوب منا نبحثو عليه. إذا خدينا شنو هو العامل المشترك ما بين 36 إكس و 27 إكغيك. إذا خدينا 36 فهي 9 ضارب 4، 27 فهي 9 ضارب 3. في هذه الحالة العامل المشترك ما بين الحدين هو 9. إذا عندنا 9 ضارب 9 ضارب 4 إكس فهي كتعطينا 36 إكس ناقص 9 ضارب 27 اللي هي ضارب 3 إكغيك. وبالتالي إلى خدينا ك في هذه الحالة فهو 9. إذا وضحنا ك. إذا هنا غادي نحتفظو ك ضارب، نفتحو القوس، شحال بقى عندنا في الحد الأول بعد ما خدينا ك؟ إذا شحال بقى عندنا؟ بقات عندنا 4 إكس هي ناقص، شحال بقى عندنا في هذا؟ 3 إكغيك. وغادي نكونو عملنا العملية الأولى تنسموها أ تساوي. نجو المثال الآخر، مثلا بي تساوي 28 تي زائد 8. إذا لاحظتنا في هذه الحالة شنو هو العامل المشترك ما بين الحدين بجوج؟ إذا العامل المشترك ما بين حدود بجوج هي شنو هو العدد اللي غادي نضربو شي عدد آخر ويعطينا 28. إذا خدينا 28 تي و 8 تي، إذا العامل المشترك في هذه الحالة هو 4. إذا عندنا 4 إذا ضربناها في 7 تي كتعطينا 28 زائد نفس الشيء 4 ضارب 2 فهي كتعطينا 8. وبالتالي غادي نعملو العامل المشترك اللي هو 4 ضارب، ونشوف قعدنا 7 تي زائد هي 2. وبعدين نكون عملنا العملية الثانية. عندنا العملية الثالثة سي 24 تي ناقص 16. إذا نفس الشيء هنا كندير محتوى العامل المشترك ما بين الحدين 24 تي و 16. إذا العامل المشترك في الحالة إلا خدينا 24 و 16، العامل المشترك ما بيناتهم هو 8. إذا 8 ضارب 3 تي ناقص 8 ضارب 2. إذا 8 ضارب 2 فهي كتساوي 16، 8 ضارب 3 تي هي 24 تساوي. إذا غادي نعملو بالعامل المشترك اللي هو 8، نفتحو القوس، ضارب 3 تي ناقص 2. نشوفو عملية أخرى، مثلا تي تساوي 15 أ زائد 12 ب. إذا إلا خدينا 15 أ و 12 ب، إذا شنو هو العامل المشترك ما بين هاد الحدين؟ هو 3. إذا 3 ضارب 5 أ فهي كتعطينا 15 أ، و 3 ضارب 4 ب كتعطينا 12 ب. إذا 3 ضارب 5 أ زائد نفس الشيء هنا 3 ضارب 4 ب. إذا 3 ضارب 5 ب كتساوي 15، 3 ضارب 4 ب كتساوي، ندير غنعملو العامل المشترك اللي هو ك في هاد الحالة هو 3. إذا 3 ضارب بين قوسين 5 أ زائد 4 ب. ثم عندنا حالة أخرى، مثلا أو تساوي 12 إكس إكغيك زائد 15 إكس ناقص 21. إذا في هذه الحالة كنلاحظ بأنني عندي 3 ديال الحدود. إذا 12
إكس إيكغيك زائد 15 إكس ناقص 21. إذا لقينا هذا الحد المشترك لاحظ بأن كان عندي إكس، ولكن واش إكس كان في الحد الثالث؟ لا. إذا هنا كان حتى العامل المشترك ما بين الحدود اللي هي بثلاثة، إذا هنا إكس فما غاديش يكون عامل مشترك. هنا كنلاحظ عندي 12 15 21، 15 و12 و21 عندهم واحد العلاقة اللي هي مشتركة اللي هو 3. إذا لاخدينا 3 ضارب 4 إكس إيكغيك كتعطينا 12، و3 ضارب 5 إكس كتعطينا 15 إكس، 3 ضارب 7 كتعطينا 21. إذا هنا 3 ضارب، إذا غنوضحو العامل، ضارب 4 إكس إيكغيك زائد، إذا العامل المشترك دائما كنوضحو باش يسهل علينا نبينو ولا سهل علينا نعملو، ضارب 5 إكس ناقص 3 ضارب 7 كتعطينا 21. من بعد هنا غادي نعملو اللي نعملو ب3، إذا نعملو ب3 ضارب 4 إكس إيكغيك في الحد الأول هي زائد، هنا بقات عندنا 5 إكس هي ناقص 7 هي، كنسدو القوس. نشوفو واحد المثال آخر، تالا عندنا تساوي مثال آخر، تالا عندي أ ب زائد 3 أ زائد ب سي زائد 3 سي. إذا في هذه الحالة شنو هو العامل المشترك ما بين الحدود اللي عندنا؟ إذا عندي أ بي زائد 3 أ زائد بي سي زائد 3 سي، إذا في هذه الحالة العامل المشترك، إذا أول حاجة في هذه الحالة كنلاحظ بأن ما كاين حتى شي عامل مشترك ما بين هذه الحدود بثلاثة، ولكن هناك طريقة أخرى يمكننا نستعملوها. إذا غادي نحاولوا نديروا التعميل ديال هاد العددين الأولين، نعملو هادو بجوج بوحدهم، ومن بعد نعملو هاد جوج بوحدهم ونشوف شنو غيعطينا. إذا خدينا أ بي زائد 3 أ، إذا كاين عامل مشترك اللي هو في الحالة هو أ، إذا أ فاش غادي نضربوها؟ غادي نضربوها في بي زائد، هنايا غادي نضربو أ في 3، هذا بالنسبة للأول زائد. هنا الا خدينا هنا كنلاحظ بان عندي عامل مشترك اللي هو سي، سي ضارب بي زائد، نلاحظ عاوتاني عندي بان عندي سي هنا، اذا سي ضارب 3. بعد غادي نعمل، اذا الا عملنا هاد جوج شنو غيعطينا؟ ا عامل عندنا بي زائد 3 هيا زائد، هنا الا عملنا بسي ضارب هنا بي زائد، ثم الى كتلاحظ هنا بان عندي ا ضارب 3 بي، اذا شحال من حد ولا عندي هنا؟ ولا عندي جوج ديال الحدود، الحد الاول الحد الثاني، هاد الحدود بجوج واش كاين شي حاجه مشتركه؟ نعم كاينه، كنلاحظ بان بي زائد 3 العامل و بي زائد 3 كاين في هاد العامل. اذا في هاد الحاله العامل المشترك ماشي بالضروره يكون عباره عن عدد ولا حرف، اذا كاين عباره عن مجموع او فرق. اذا في هاد الحاله بي زائد 3 فهو عامل مشترك ضارب، نبقى عندنا الحد الاول ا زائد سي، وبهذا نكون سالينا التعميل ديال هذه العمليه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.